رأس حاكم إقليم سلا رمضان إرديبو الانطلاقة الرسمية للحملة التوعوية لمكافحة الأمراض التي تسببها المياه الملوثة في موسم الخريف. عباس أبكر مصطفى. بحضور حاكم إقليم سلا رمضان إردبو وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني والشيوخ التقليديين إلى جانب السلطات العسكرية، جاءت مناسبة الانطلاقة الرسمية لنشاطات الحملة التوعوية المكثفة بهدف الوقاية من الأمراض التي تسببها استهلاك المياه الملوثة سيما في موسم الخريف. في مداخلته عمدة مدينة قزبيدة أشار إلى ضرورة النزافة وجمع الأوساخ ورميها في أماكنها المخصصة، وأضاف بأن في موسم الخريف يجب الحفاظ على النظافة بصورة عامة. حاكم إقليم سلا رمضان إردبو قال إن تغيير سلوك المواطنين وصحتهم هي من اهتمامات رئيس الجمهورية إدريس دبي إدنون، كما دعا جميع سكان الإقليم الاهتمام بالنظافة، هذا يتوجب على الجميع، ويقول المثل الوقاية خير من العلاج. قدمت الجمعية الخيرية الإنسانية بالتعاون مع بعض المحسنين من دولة تركيا أكثر من 1000 رأس من الأبقار للمحتاجين بضواحي العاصمة إنجمينة. أحمد ياسين عبد الرحمن والمزيد من التفاصيل. مبادرة منها الجمعية الخيرية الإنسانية بالبلاد بالتعاون مع بعض الجمعيات التركية قاموا بتقديم وذبح 1000 رأس من الأبقار والأغنام كأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والمستفيدين من هذه الأضاحي هم من شتى الطبقات الاجتماعية والفقراء والمحتاجين بقرية قوي ومدينة جمينة بكل من السجن والمستشفى المركزيين. وقد عبر ممثلو هذه الجمعيات الخيرية عن انطباعاتهم وأحاسيسهم بمشاركتهم لهذه الشرائح وتفعيل معنى التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام. هذا وبعد توزيع لحوم الأضاحي فقد انتهز أعضاء الجمعية الخيرية الإنسانية والوفد التركي بزيارة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهدف تقديم تهاني العيد لرئيسه الشيخ الدكتور حسين حسن بكر، وكذا شرح العمل الإنساني الذي قدمته الجمعية بالتعاون مع الشركاء الأتراك والذي يعود بالنفع للمواطنين عامة دون تمييز في الدين أو العرق أو اللون. أطلق أعضاء جمعية التوعية حول مخاطر استعمال المواد البترولية حملتهم التوعوية بالدائرة الثانية، كان ذلك بحضور مسؤولي الجمعية وعدد من الحاضرين. عائشة أحمد دوكي. إن للغاز عدة استعمالات إذا ما كانت بالطريقة الصحيحة، إذ أنها تسهم بشكل كبير في توفير الوقت وعدم تلوث البيئة عند استخدامها، ولكن يكون الحال عكس ذلك لو لم يحسن التعامل معه، ويصحبها عدة مخاطر عند سوء استخدامها. ولأجل الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وعدم تضررهم من مخاطره خاصة النساء والأطفال منها، فإن جمعية التوعية لمخاطر استعمال المواد البترولية أطلقت هذه الحملة التوعوية حول كيفية استخدام الغاز، وذلك بهدف تجنب الإصابة جراء استعمالها حسب ما أدلى به رئيس الجمعية. الغاز ده الناس ما بعرفوا استعماله ده. ما في دولة حقنا، ما في دولة النصارى كل الناس الحادث قاعد بيجي في الغاز ده. شفنا كده شغل اللي قاعد بيصير حادث كتير. قلنا كيف نسوا أسوسياسيون نوصفوا الناس ده كيف بيتيليزي الغاز ده. ما بيسووا أكسيدا. بيتيليزي لكن بيتيليزي عديل. الغاز ده هو عديل بيتيليزيشن. حتى بدا نار أنا حتى بدا. دخان كله بمرقة. كما قدمت عدة نصائح وطرق الوقاية منها، وذلك بتوفير الإسعافات اللازمة والمانعة للاشتعال. جمعية التوعية لمخاطر استعمال المواد البترولية أسست في 8 أكتوبر عام 2016، وهي تعمل في مجال التوعية والإخبار حول ضرورة استعمال الطاقة والمواد البترولية بالصورة المطلوبة. أطلق أعضاء جمعية التضامن وتنمية قبيلة الميمي نشاط جمعيتهم بشكل رسمي بعد أن نالت الجمعية تصريحها من قبل وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي. نتابع رئيس الجمعية محمد المناوي عز الدين. إن جمعية التضامن وتنمية الميمي تعلن لأبنائها الكرام داخل البلاد وخارجها مزاولة نشاطها الاجتماعي والتنموي من قبل وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي تحت رقم 5182 الصادر بتاريخ 20 يوليو لعام 2017.
علما أن مقرها الرئيسي في العاصمة إنجمينة، وستفتح فروق أخرى للجمعية لاحقا في أقاليم البلاد. وعلي نرجو من كافة الإخوة في الداخل والخارج على توحيد الجهود والطاقات ووحدة الصف من أجل المشاركة والمساهمة ماديا ومعنويا من أجل تحقيق وتنفيذ الأهداف التنموية المرجوة. مثال ذلك كبناء المدارس وبناء مراكز صحية وتوفير مياه صالحة للشرب وغيرها من النشاطات والمجالات التي تلتقي بالإنسان في هذه المناطق.